محمد صلاح في تقدم في العمر بيحصل. ما هو الخوف برضه ان الجائزه بتبعد طول ما انت العمر بيتقدم. وفي مبابي وفي هالاند. وفي مبابي وهالاند كمان جايين لك، وده حتى فينيسيوس كمان بقى اون فاير في الريال بعد سنه سنتين هتلاقيه داخل بينافس كمان. فالموضوع بيقلي اكتر. بس هو محمد صلاح معودنا كل سنه تقول السنه دي اخره، والسنه دي مش هيعمل زي السنه دي، هتلاقي السنه اللي بعدها احسن. بس الاهم من كل ده انه العامل المشترك من بين ليفا وميسي هي البطولات. صلاح ما فيش بطولات السنه اللي فاتت، ما كانش خد بطولات مع الليفر ولا مع منتخب مصر، فممكن يكون ده اللي اخره شويه. السنه دي ممكن الموضوع يفرق لو قدر ياخد بطولات سواء مع منتخب مصر او مع الليفر. بالظبط، لان احنا لما هنيجي نبص اذا كانت الجائزه السنه دي 2021 محسومه او بتتحسم بناء على من اكتوبر لحد اغسطس، فمحمد صلاح بقى من اغسطس لحد دلوقتي هو افضل لاعب في العالم، وهو ده خلاف. بالظبط صح، وهو ده سبب تواجده النهارده ضمن الثلاثي. مش لان هو يعني لو جينا بصينا يعني هنلاقي ان ممكن يبقى بنزيما هو الثالث، لان بنزيما على الاقل حقق بطوله مع منتخب فرنسا وكان عنده مشاركه في اليورو، انما منتخب مصر السنه دي ما كانش عنده مشاركات دوليه، فبالتالي محمد صلاح ما كانش عنده فرصه ان هو يظهر زي ما ظهر ليفاندوفسكي في اليورو، حتى وان كانت بولندا خرجت، لكن في النهايه ليفاندوفسكي عمل بطوله كويسه في اليورو، وميسي طبعا كسب كوبا امريكا وكان افضل لاعب في البطوله. طيب انا بس هنا عايز افكر، هل ميسي فعلا ما يستحقش؟ انا بحس ان احنا برضو بنظلم فكره ان احنا بنقارن ميسي بميسي. ايوه احنا مش بنقارن ميسي بليفاندوفسكي ولا بصلاح. يعني لما هنيجي نبص على الارقام، ليفاندوفسكي طبعا هي مستحقه بالارقام وبالبطولات. الراجل في الفتره دي، في الفتره اللي بتاعت من اكتوبر لاغسطس، مسجل 51 جول وصنع 6. ميسي سجل 43 وصنع 17. صحيح. صلاح سجل 28 وصنع 6. فميسي ارقامه وان كانت تبدو ان هي قليله، بس قليله مقارنه بميسي السابق. صح. مش ميسي اللي يعني مش لاعب بالليفا وميسي في الوقت الحالي. بالظبط. فميسي لا، انا شايف ان ميسي يستحق ان هو يبقى ضمن الثلاثي. وانا بشوف ان ممكن السنه الجايه ما يبقاش موجود، طالما البدايه مع باريس سان جيرمان بالشكل ده. لان باريس سان جيرمان لو كسب الدوري الفرنسي عادي، لو كسب كاس فرنسا عادي، مش دي الحاجات اللي هتاهل ميسي ان هو يكون بالون دور او ذا بيست. لكن لو باريس سان جيرمان خد دوري الابطال، ساعتها ميسي هيتصدر الصوره، وانا بصراحه شايف ان باريس سان جيرمان بعيد عن دوري الابطال. فانا بالنسبه لي الغريب هو كان خروج صلاح من تشكيل افضل 11 في العالم. غريبه دي. دي غريبه طبعا. بس انا برضو عايز اوضح نقطه يا كريم للناس، لان الناس برضو عندها لبس، تقول لك ازاي في حاجه اسمها فيف برو اللي هي جمعيه اللاعبين المحترفين في العالم، بتطلب من جمعيه اللاعبين المحترفين بقى في كل بلد من الدول الاعضاء ان هي تلم تصويتات اللاعبين الاعضاء، اللي هو مثلا لعيبه الدوري المصري الممتاز على سبيل المثال، في ان هم يحطوا ترشيحاتهم لافضل تشكيل في العالم. دي هي اللي اختارت افضل 11. يعني دوناروما مثلا مش افضل حارس في العالم، لكن هو كان واخد اكتر اصوات، فما بقاش افضل لاعب في العالم، لان بقى الكريتيريا اللي هي بتاعه المدربين واللاعبين والصحفيين. صحيح. والجمهور ما اختارتش دوناروما، اختارت مندي. وبرضو الناس دول الاربعه دول، الاربع اقسام دول، اختاروا محمد صلاح، لكن اللاعبين حول العالم ما اتفقوش على ان محمد صلاح يبقى ضمن التشكيل الاساسي. هو بصراحه بقى الظلم في التشكيله دي كريستيانو ومحمد صلاح، يعني يعني المكان بتاع التشكيل محمد صلاح يخش مكان كريستيانو رونالدو، مع كامل طبعا احترام لاسطوره كريستيانو رونالدو، يعني عشان مشي من ريال مدريد. يعني عشان مشي بس بص هقول لك على حاجه. لا ما فيش خلاف على كريستيانو رونالدو يعني. ولا وفي نقطه كمان يعني مهمه، وهي بصراحه بشوف ان دي اللي بفتقدها محمد صلاح، البي ار. صح. محمد صلاح عنده وكيل ممكن يكون شاطر في التفاوض مع ليفربول ومع الانديه وبينقله حتت بعيده، لكن الحقيقه يعني ليفاندوفسكي على سبيل المثال، رغم ان هو مش يعني مقارنه بالبي ار بتاعه ميسي ورونالدو يعني اقل منهم بكتير، لكن البي ار بتاع ليفاندوفسكي بيعملوا شغل هايل جدا في فكره تسويقه، وان هم بيسافروا يعني مثلا وقت بالون دور، ورغم ان هو ما كسبهاش، ان البي ار كانوا موجودين في باريس من قبله باسبوع علشان يجهزوا، وعشان هو جاي الحفله وبيتكلموا مع الناس ويجهزوا لاستقباله. لا طبعا الشغل ده بيفرق اكيد. طيب